لم تكن تتوقع أن حملة قصدت بها الأطفال من خلال جمع التبرعات ستفتح عليها باب مضايقات وتنمر. صانعة محتوى الأطفال راشيل يتابعها على منصات التواصل الاجتماعي الملايين على منصات يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، حيث تقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً للأطفال. السيدة راشيل كما تسمي نفسها نشرت مقطعاً لها وهي تطلق فيه حملة لجمع التبرعات لجمعية Save the Children المعنية بالعمل الخيري للأطفال. مقطع فتح على إثره باب ووابل من الانتقادات والمضايقات بعد أن عبرت خلاله عن رغبتها بجمع التبرعات للأطفال في مناطق الصراع مثل أوكرانيا، السودان والكونغو وبالأخص قطاع غزة. Water and was starving. Would you view that as an emergency? Would you want everyone to do anything possible to help? All children are worthy. All children are precious. All children are equal. But some children right now are in an emergency situation, such as in Gaza. وفي غضون ساعات قليلة جمعت راشيل أكثر من 50,000 دولار أمريكي عبر إنشاء مقاطع فيديو مدفوعة الثمن مهداة للأطفال في حملتها التي حملت اسم رسائل للأطفال لمساعدة الأطفال.